انا عندي واحد الضمير ماشي وين يقولي دماغي وين تقولي الملائكه تاعي امشي سير هذا الطريق نمشي على حسب مكتوبي، الى ربي خداني لهذا الطريق نمشي مع هذا الطريق. يعني افهم منك انك سعيد. احنا نقولوا كاين واحد قال لي خالد قال لي انت قال لي انتم الفنانين تمدوا الفرحه للناس، تعطوهم الفرحه، تعطوهم الحريه، تعطوهم يعني نقول لك بالوراني تقلعوا عليهم الغمه. تشيلوا منهم الهم. قال لي بصح كاين حاجه برك نقولها لك ما تزعل. قلت له شير. قال لي انتم شكون اللي بدلكم؟ هو ده كان السؤال كمان اللي جاي. انت اما بتبقى مهموم بتبقى خايف بتبقى زعلان، مين اللي بيفرحك؟ مين اللي بيطبطب عليك؟ قلت لك باللي هذه وراء الضحكه. لازم تفهمي وراء الضحكه. ما هو ده وراء الضحكه عندي في نفسي. انا اسفه انه معلش، بس انت فنان وانت انسان يعني حساس، وعلشان كده بتوصل ال بتوصل ده كل الفنان. كان حاجه عند الفنان اللي المشاكل بتاعته مخليهم الداخل ما يحب يبينهم للناس، مشاكله الداخل وكي ينضر ينضر من الداخل من القوة داخل. وهذا كذلك يعني بعض الأحيان تصبح يعني قوة، وبعض الأحيان يعني بعض الأحيان هما كذلك كان حاجة للأولاد كذلك يساعدوا كثير. الأولاد عندهم هم اللي عندهم قوة كبيرة، ويمكن هم كمان اللي بيدوك القوة. الأولاد دي بعض الأحيان أنا يعني أقول لك الحقيقة يعني يعني إنسان شوية نيمة. أنت إنسان بالفعل. إنسان بعض الأحيان إحنا كما نقولوا إحنا القلعة تتعمر أكيد، إما الأضواء تتعمر دي يعني. وبعض الأحيان عندي التفكير موش سيء كتير. بس عندي واحد الضامر يفكر نقول غادي نمشي ونخلي هادو، لا حرام عليا هما حب غادي يلوموني يقولوا ليش هو عارف احنا جايين وحب يعمل شي بشي مليح. لا لا هي كاينه وكاينه كذلك العائله، كاينه كذلك هي. نعاودوا نرجعوا للمراه، نعاودوا نرجعوا للساس. احنا الساس احنا نقولوا الساس ام البيت، الاساس ام البيت هو الساس. نعم. ولي فونداسيون، لي فونداسيون هما اللي شدوك كذلك. وإذا يكون الساس عوج ما فيش حاجة يعني ممكن تستمر، كل حاجة بتتدمر. احنا نقولوا اللي ربي حبه يمدله، واللي ربي حبه يمدله يعطيه. وأكيد بيعطيك خالد، لأنك أنت بتدي كتير لكل الناس، بتسعد الناس. بلك هذا هو نفس الوقت بتاعي. بلك هذا اللي ربي سبحانه وتعالى ناقدني من هذا، باش ناقدني من الشيطان. ناقدني بابليس. أنا بشكرك للوقت الممتع ده اللي قضيناه سوا. صحيح. خالد، لأن احنا كنا المفروض قد إيه أنت كريم في أخلاقك وحبك للناس، كنا المفروض نعمل انترفيو نص ساعة، قعدنا ساعة مع بعض. قد ايه انت بتحب جمهورك، قد ايه بتحب الناس، قد ايه انت حقيقي وبسيط وصادق. انا بشكرك، يعني حركت مشاعر كتيرة قوي عندنا. احنا بنحبك، والقوة دي اللي بتديها للناس هم كمان بيرجعوها لك. فانا بشكرك، وطبعا الف مبروك للألبوم الجميل ده شاب خالد، بكل بساطة، لان بالفعل مش محتاج انك تقول اي حاجة تانية. انت ملك الراي، ملك الفن، وابن الجزائر، وفخر العالم العربي كله، مش بس المغرب العربي او الجزائر، فخر لينا. شكرا جزيلا. هننهي باغنية Love to the People، ان هو ده يمكن الرسالة اللي حابب كمان توصلها للناس. Love to the People فيها children، فيها الاولاد. نعم. ومع سانتانا. مع سانتانا كارلوس. مرسي جدا لي، ربي يطول عمرك. مرسي لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية، وكل أصدقاء هوا الأيام. شكرا جزيلا لفريق هوا الأيام. شكرا ليك مازن خليل، شكرا ليك كاتيا سعد. خالد لازم ترجع لنا تاني. أوكي إن شاء الله. مرسي. إن شاء الله. تسلم. إن شاء الله.